السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة سهل وسريع. يا رب تكونوا كلكم بخير. لو أنت أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتدوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي أول بأول. النهاردة هنتكلم عن بقى شم النسيم. مين بيحب الرنجة؟ مين بيحب الفسيخ؟ اللي بيحب الحاجات دي يجي هنا بقى، علشان هقول لكم النهاردة طريقة حلوة قوي قوي علشان تضيعوا ريحة الرنجة والفسيخ من المكان اللي هيتاكل فيه وكمان من ايدينا. يعني الريحه بتفضل يعني فتره طويله تقعد في ايدينا. فالنهارده فكرت ان انا يعني عملت كذا تجربه مع نفسي يعني علشان اعرف اوصل لحل ازاي اضيع ريحه الفسيخ والرنجه من الايد بسرعه جدا، وكمان الاقي ايدي ريحتها حلوه جدا. فالنهارده هقول لكم توصلت لايه. يلا بينا. اول حاجة هديكم كذا نصيحة تخلوا بالكم منها. لو هنيجي ناكل رنجة او فسيخ، ياريت نكون هناكل في مكان واحد بس، في حجرة واحدة بس، بحيث الرائحة بتاعت الرنجة والفسيخ ما تنتشرش في المكان كله، ويكون مكان ليه تهوية جيدة. دي اول نصيحة. تاني حاجة، يكون عندنا ليمون، كمية كويسة من الليمون، علشان الليمون لما بنحطه على الرنجة او الفسيخ بيقلل من ريحته الى حد ما. تالت نصيحة، ان احنا بلاش نعمل الرنجة بلاش نعمل الرنجة على البوتاجاز من فوق في صينية او اي حاجة. يفضل ان احنا نغلفها بورق الومنيوم وندخلها الفرن، هتبقى حلوة جدا وهتدينا نفس النتيجة. لو احنا بقى خلاص كلنا وخلصنا وعايزين بقى نضيع الريحة من ايدينا ومن الجو وكده، اول حاجة هقول لكم تضيعوها من ايديكم ازاي. حاجة بسيطة جدا، يعني معجون كلوز اب اهو، يعني طريقة بسيطة خالص. هنفتح المعجون وناخد جزء صغير جدا منه نحطه على ايدينا كلها، جزء صغير كده، وندلك بيه ايدينا. الاول نغسل ايدينا بالصابونة طبعا قبل كل ده، بعد كده بالكلوز اب ده او اي نوع معجون يكون ممكن سيجنال، المهم يكون ليه ريحة نفاذة. هندلك بيه ايدينا، وخصوصا يا جماعه الضوافر دي اهم، ده اهم جزء الروائح دي بتثبت فيه. فنحط في ضوافرنا كويس وايدينا كويس لمده دقيقه. بعد الدقيقه هنغسل ايدينا، هنلاقي ريحه ايدينا نعناع ومنعشه جدا جدا جدا، ومفيش اي اثر لريحه الرنجه والفسيخ نهائي. ده اول حاجه، وجربوه وادعوا لي. تاني حاجه، علشان بقى نضيع ريحه من الجو، معايا القرفه دي، قرفه باودر مطحونة. هناخد معلقة كده من القرفة ونحطها في حلة صغيرة على النار، مع يعني تكون الحلة مليانة. أول ما تغلي نوطي عليها ونبتدي بقى نسيبها، لأن هي بتطلع زيوت عطرية في الجو، فبتقضي على أي روايح كريهة في الجو. أي روايح كريهة بتقضي عليها، سواء بقى رنجة أو غيره، سمك، أي حاجة بتقضي عليها. تالت نصيحة اللي هي الليمون. الليمون مهم قوي، نعقم بقى بيه ايدينا مكان الفسيخ والحاجات دي. نعقم ايدينا بالليمونه كده، نص ليمونه، وندعك بيها ايدينا كلها. وبعد كده نغسلها بميه دافيه، بس نراعي لو في اي جرحه او اي حاجه في ايدينا ما نجيبش عليها ليمون علشان بتوجع جدا. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده واكون فدتكم فعلا بالمعلومات دي، وانتظروني ان شاء الله في فكرة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.